طاهر محمد. بس انت بتقول انا النادي الاهلي يكسب اي حد بس ما يستهترش. لا ما تستهترش بالمباراه فاروق. بص لو بتتفرج على مباراه فيوتشر الاخيره دي طبعا ده كارثه. ايه خلينا بقى نتكلم بالعقل. عمر النادي الاهلي ما يبقى كسبان 2-0 وفرقه تاني في مصر ترجع للنتيجه، عمرها ما حصلت ان الريمونتادا تطلع، ده اول مره في التاريخ. تفسيرك ايه يا كابتن؟ استهتار دلع. يعني انت خلاص انت ضمنت البعض اللي قال لك التغييرات. لا ما هي التغييرات برضو كان ايه، خلاص انت ضمنت المباراه حتى بالجهاز الفني باللعيبه، انت ما ضمنت المباراه في جيبك. ان انت خلي بالك ان انت كان مستوى فيوتشر ما ياهلكش او يديك حق ان ممكن يرجع للمباراه تاني. ما رجعش الا امتى؟ الا الخطا الكارثي بتاع مصطفى شوبير. وعلى فكره وده مصطفى شوبير عامل مباراه كويسه، يمكن مطلع كذا انفراد وصادد كتير وعامل مباراه كويسه جدا. تحمله الهدف الاول يا كابتن؟ طبعا لازم تحمله بالكامل ولا جزء منه؟ لا كمان يا بص يا فاروق، جزء منه عبد المنعم. يعني انت لو انت وانت مكان عبد المنعم، انت لعبت مكانه كده، الباص بتاعك بتاع عبد المنعم هل كان فيه خطوره؟ انا عن نفسي وانا بلعب انا ما كنتش بعمل اي جون، انا بشيلها ما كنتش بتعمل. يعني بس انا بص معلش كان اسلوب اللعب مختلف عن دلوقتي. لا ماشي، والنادي الاهلي كمان بيعمل بيلدنج اب بالنسبه للفريق، الفريق بتاعه بالشكل. خلي بالك هو عبد المنعم انا ما بحبلوش، انت بتلعب لان انت عملوها من بدايه المباراه بالزبط. انت ما حصلتش الا بعد الضغط بتاع عمر السعيد لانه بيضغط بشكل كويس جدا. وعلى فكره ان انت تاخدها وتروح على الجون دي كانت مشكله. ان انت قلت حاجه كويسه في الانتر يا فاروق، وانت لعيب كوره وكبير وعارف الكلام، ان انا لما باخد الكوره ما بلمقش على الجون. انا باخدها بره واشوطها بالشمال، يا اما اشيل مره واحده. انا مستني ليه الراجل يضغط عليا؟ طب ما تلمه. لان انت كده اصلا الفرد بيبقى بايع نفسه، انا المفروض المه. بس اللمه هتبقى صعبه قوي برضه في الحته دي. ما انا ماشي بس انا بس يعني انا هو اداله ظهره فما قدرش السرعه بتاعته وتبطأ انه يشيلها. يعني مقدرش يعني مقدرش. على فكره مصطفى يمكن احنا اشدنا بيه ولعيب كويس، ويمكن هيساعد دفاع النادي الاهلي ان الكره حتى لو رجعت له هيعملها بشكل كويس. لكن انت المباراه دي خلي بالك ده درس، وده ان هو يتعلم من اخطائه، ومش عيب زي ما بيعمل حاجه كويسه هنقول ان هو عمل حاجه كويسة حاجه محترمه وحاجه. لكن لما يعني عبد المنعم تحمله برضه؟ لا عبد المنعم خالص، لا هو شوبير بس. لا مصطفى شوبير بس، انت لازم تشيل. طب والجول الثاني؟ لا الجول التاني مالوش ذنب فيه، ده خبطت في كوكا وغيرت اتجاه يا فاروق. يعني انت هو كان رايح معاها لكن هي خبطت في كوكا وغيرت اتجاه. لكن انا بكلمك بص يعني انا بص شوبير يعني الكوره هو مال ناحيه اليمين شويه، يعني هو سدد الزاويه اليمين، لكن هي حتى لما خبطت في كوكا غيرت اتجاهها وراحت في البعيده. لكن انت ما بتحمل، انا حمله الجول الاولاني وده كانت العوده لفرقه فيوتشر في المباراه. يعني انت النهارده فيوتشر ضيع اهداف كتير، يعني ضيع جونين قبل الهدف بتاع موز، ضيع هدف يعني ممكن المباراه تتقلب كده. ثقه كولر في مصطفى شبير يعني قلت ولا زي ما هي؟ لا ما اعتقدش، ان وارد ان اللعيب يخطئ. وعلى فكره ودي هتعلم مصطفى بشكل كبير، هتعرفه ان انت لازم حتى لما الكوره تجي لك هتشوطها، لان انت هتفتكر طول عمر. على فكره الجون ده هيفضل في الذاكره في دماغه على طول، كل ما الكوره تجي له يقول لك لازم اشيل عشان ما حدش يضغط عليا فيبقى من بدري. لكن انا بكلمك على مصطفى عنده ثقه في نفسه ما تهتزش. لا هو اللعيب قام ووقف اكن ما فيش حاجه، وده وانا لو انا وانا لو انا من كله لازم اديله الفتره اللي جايه عشان ترجع له الثقه تاني. ما تهزوش من انت عشان غلطت. ما في لعيبه كان بتغلط، كان الجوان بتمسك الكره بتعدي من تحتيها وكان بتعمل كواحد كان يطلع يقول لك فلان وتلاقيها في الجول. ما فيها في كوارث كان بتحصل، لكن انا بقول لك الاخطاء وارده، لكن لازم نتعلم من اخطائنا الفتره الجايه.